واش الدراري، معكم عمر مساري، فيديو جديد. شوف سموحات، عارف راسي تعطلت عليكم ديال بصح، ولكن راه والله ما الخاطر. المهم نقول هذا اول فيديو غادي نبداو به في 2022، ولكن كما تنقول لكم الا غبرت عليكم راسي نورمال باش نلوح لكم شي فيديو يكون سبيسيال. المهم خوت، هذا عندنا واحد العمل خيري تجار كيلا بصدالة اللي عارف اني انا ديما عزيز عليا ندير بحال الاعمال هادو، ولكن طبيعة الحال بمساعدة الطاقم التقني اللي ديما تيكون مور الكاميرا، حيت ميمكن لياش ندير هادشي بوحدي. وكنوجه اليوم واحد سبيسيال ديليكاس من هاد المنبر هذا، ولكن المهم شوف 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 فولكا اجل ماشي 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 زيد 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 زيد. والله خوش نقول لكم واحد البلان، باش تعرفوا واحد الحاجه، فولكا مسكينه حامله ما بقى لها والو باش تشرب، نورمالمون راه خاصني نكون انا دابا معاها ومقابله، ومع ذلك غادي نخرج باش نمشيو نديروا هذا العمل الخيري اللي بطبيعه الحال نتوما اللي كيعجبكم ندير لكم بحال الفيديوهات هادو، واي واحد بلاصتي كيعجبو بحال الاعمال سي نورمال الخوت، ماشي مشكل. هاي هي اجي اجي فولكا اجي. شوف الخوت والله حتى ضايق كتهبط وكتطلع باغي فوق الشوك. فولكا تبقى 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 تسلم على الناس. اصي كلشي كلشي ما تقدرش كلشي اخوت، حيت راه كرشها باينه الشوك دايره مافيا راه جالسه كتنبح الفوق. ولكن انتريسي بالفيديو ديال الولاده ديال فولكا، كيفاش غنتعامل معاها، كيفاش غادي وليداتها كيفاش غيطلعوا، كيفاش غيكونوا، والشاربوني والصفرين، ولا بغيتي تشوفوا المال المال ديجا وريت لكم في واحد الفيديو. دونك الا كنتو بغيتو تشوفوا الوليدات خليوها لي في لي كومونتير. من بعد هذا الفيديو هذا ديال العمل الخيري، ديك الساعه ندوزو الفيديو الثاني ديال فولكا والوليدات ديالها ان شاء الله ان شاء الله. كتبوا لكم ان شاء الله باش نحطوا بحال هاد الفيديوهات هاد الكليبات هادو اللي ما عندهمش شكون يعطيهم ياكلوا، ما كاينش فين يباتوا، ما كاينش شكون يعطيهم يشربوا، بزاف ديال الحوايج. دونك انا الخوت في الوقت اللي كنكون مسالي، واخا ما كنكونش مسالي كنحاول ندير لهم واحد الوقيت باش على الاقل نمشي نعطيهم ياكلوا ويشربوا ونلعب معاهم شويه، نطلع لهم غير المورال ونرجع بحالي. الخوت نسيت ما قلت لكمش باللي مافيا غتكون معنا في هذا الفيديو هذا. طبيعه الحال غتقول لي انت غادي دير عمل خيري مافيا، علاش غادي؟ كما كتعرفوا الخوت باللي كلاب الشوارع ديما كيكونوا كيخافوا من بنادم، ديما ما كيتيقوش يعني في اي شخص كيما كان. علاش نعاودوا نطرحوا السؤال، علاش هاد الكلاب ما كيتيقوش؟ كما كنعرفوا اغلبيه الناس كيشوفوا كلاب الشوارع كيشيروا لهم بالحجر كيضربوهم ما كيعطيهمش ياكلوا، سي نورمال هاد الكلابات ما غاديش يتيقوا. داكشي علاش انا الا مشيت بوحدي ما عارفينش هما الكاركتير ديالي كي داير، واصلا هما ما كيعرفونيش، دونك سي نورمال يخافوا، وهي حاجه طبيعيه. داكشي علاش غادي نديو معنا مافيا باش اثير الانتباه ديالهم، يشوفوها يبغيو ينبحوا على هذيك اللعيبه ديال اللي بغيو اتاكيو او بغيو يحميو البلاصه ديالهم غادي يخرج. دونك ملي غادي يخرج حنا غادي نقوموا بالواجب ديالنا. ناركوس كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين قال لكم ناركوس كاين. يلا شمس خم النار ساكوش قلب بيار دو لون دغيا خشم الدار واش تاني اي اي كي نخرج من الحومة برجلي شدني الرادار العين الفاطل دوخة و 30 بوتي فلاطل. المهم الخوت دابا حاليا يلا وصلنا لعين المكان كاين هاد الكليبات او فين كاين تجمع ديال هاد الكلاب الضالة هادو. غنوريكم هاد البلاصة وغيبانو ليكم يعني أغلبية ما كاينينش، وغتشوفو كيفاش غادي نقدر نجمع هاد الكليبات. شوف راه واحد جوج لهاد، ولكن كلشي ناعس ما مسوقش. دونك الخوت لاحظوا دابا اش اش
حاليا شفتو شحال ديال الكليبات كاينين هنايا وشفتو شحال من كلب جيت باش نوكل. وبطبيعه الحال هذا الشيء راه ما درتوش بوحدي، راه كنديرو حنا وانتوما. المهم الخوت كيما شفتو من بعد ما وصلنا عند هاد الكليبات هادو جبنا معنا الماكله، جبنا معنا الماء اللي غادي نخليه هو الاخر، حيت كيما كتشوفوا هنايا كاين غير البحر، يعني حتى الماء عندهم واحد النقص من الماء ديال الروبيني او الماء يعني بصفه عامه. علاش؟ حيت هاد الماء اللي كتشوفوا هنايا ما مالح، ما كيقدروش يشربوا منه الكليبات، ولكن ما كتعرفوا ان الانسان براسو ما كيقدرش يشرب الماء مالح. داكشي علاش انا فكرت وجبت معايا حتى الماء. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يشوفوا هاد الكليبات هادو، الا ما لقى ما يجيب معاه، اقل حاجه هو يقدر يجيب له معاه غير الماء باش يشربوا هاد الكليبات هادو. ولكن ما كتشوفوا راه كاينين بزاف. المهم الخوت انا حاولت نجيب لهم الماكله، يعني كما كتشوفوا كما قلت لكم انا يعني اليوم راه كان عندي عامر وحاولت نخوي واحد الوقيت باش نصور لكم هذا الفيديو هذا. المهم باش ما نطولش عليكم نحطوا هذه الماكله ونشوفوا الكليبات كيفاش غيتعامل. حاولت بالعاني نجيب معايا هذه الميكا هذه باش نفرشها ونحط لهم فيها ياكلوا. كما كتشوفوا هنا كاينه غير الرمله، دونك الماكله اللي جبتها غادي توسخ هنايا، ماشي مشكل. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من هاد الكليبات ديال الشوارع او كليبات ديال الزرافه، كنبغي نقول لكم شوفوا يعني داك النباح كامل اللي كانوا كيخرجوا هاد الكليبات هادو من بعد هو ولا حب، شوفوا البراءه اللي كاينه في هاد الكليبات في عينيهم. داك الشيء علاش كنبغي نقول للناس اللي كيضربوا الكليبات علاش كضربوا ما صاحبي، شوف كيدايرين زوين ها ها، ما يخصكش مي هذيك صاحبي ها كامل نظريف. ياك اي واحد فيكم غيدخل وغيشوف داك النباح اللي كاين بحالو الكلبات في الاول غيقول لك هاد الكلاب هادو يعني قباحه يعطوني غيديروا لي بزاف ديال الحوايج، ما كاينش لاش غتخاف تقول لي يقدر يكون مسعور. الكلب مسعور عمرو يكون مع الكليبات، الكلب مسعور ما كيلعبش، الكلب مسعور ما كيبغيش ياكل، الكلب مسعور ديما كيكون بوحدو، دونك علاش الخوف؟ علاش ما عندك مناش تخاف؟ كامل نظريف هاد الكليبات هادو. اجي واجي زيد زيد داك شدوها في السماء. اش 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 اي نو اي كال نو
كما قلت لكم الخوت في الاول ان الكليفات الا ما عرفتيش توكلهم سي نورمال غادي تذاب يعني ابر هاد الكليفات هادو اي كلاب كما كانوا كنت مربيهم كانوا في شي فيرما في الزنقه كتحط لهم ماكله بزاف كيدابزوا عليها هاد الشيء غيكون بالفيض الخوت نورمالمون هنايا راه كاين واحد الكليبات اللي صغار ما كيخليهمش ياكلوا معاهم ولا الا كلاو من المحل مثلا عطيتهم هاد الماكله هادو تقدر تضرو دونك داكشي علاش جبت له معايا الباطي يعني ماكله زوينه ونقيه باش حتى هو يحس وياكل معاهم لشو انه ما كاينش هنا اول حاجه كيحقروا عليه ما كيخليهش ياكل معاهم ثاني حاجه زبوكو ساك 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 عندك تعضني عندك تعض شي الخوت شحال ظريف زوين اجاك زيد اجاك هاك جرب والله الخوت واحد الاحساس والله ما نكذب عليكم لا يوصف زيد انت زيد انت كديك زيد انت زيد انت هاك انت زيد انت زيد هاك انت فوكس والله ما كرهت نفوسك ولكن تنعرفكش اجاك انت زيد هاك زيد زيد هاك انت زيد واه فوكس معلم انت تاخذ تاخذ هاك انت هاك 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 انت هاك انت زيد زيد ادب والله الا مقدم هاد الكليبات شوف زيد هاك انت خوت وحق الرب قسما بالله حتى هاد الكليبات هادو مقدبن ديال بصح لواحد الدرجه اللي ما يمكنش وحق الله يعني واحد الدرجه اللي لا يمكن ما عرفتش الخدمه والتمارا وبزاف ديال الحوايج وما كان فيا ما يجي جيت لهنا حسيت بواحد الطاقه ايجابيه جديده بحال اللي عاد يلا بادي النهار هذا واو واحد الحاجه اللي لايتو لا تصدق لا تصدق تاك تاك اجي اجي تاك 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 كول كول ما تخافش صاحبي كول كما كتشوفوا الخوت تدابزوا بعضياتهم ماشي مشكل والله حتى واحد الحاجه واخا كيدابزوا بعضياتهم ما كيفوتوش بعضياتهم ديما كيبقاو مجموعه ديما كيبقاو مجموعه هاك هاك بوب ساك هاك بوب ساك انا وياك نتا شوف شوف تاش تاش انت انا وياك واحد انت الى قصك شوف دول معايا دول الى قصك خليتيني نقيس تعبني ولا ما تعبنيش صاحبي تولي صاحبي تولي صاحبي هاكا يبدا والله تم تيقف مكنعرفكش اجي هاكا شوف الخوت حق الرب عطاه يدك وما قادش يديك علاش حيت عارفك انت باغي تهلا فيه انت ما جيتيش باش تهلا اي ولا صاحبي هاك كول كول هوب هوبا ايش 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 خوت الا لاحظت واحد الحاجه راه واحد النهار طوفي وحطيت ليها الماكله ودارت فيها وبغات تعرفني واخا كتعرفني هادو يعني الطبيعه ديالهم ما اداونيش ها هو الكليب اللي قلت لكم هذا هو صح انت صاحبي بزاف انت اجي عندي اجي اجي شنو جبت لك اجي اجي
خوت انا جبت له واحد المفاجاه، جبت له باطي معايا باش ياكلو بوحدو. علاش؟ حيت صاحبي عزيز عليا خصني نتهلا فيه. اجي عندي اجي. انا اسكي سين تي تاك تاك تاك. المهم خوت بعد منه ايه. رجع اصاحبي رجع رجع انت بعد منه سير وسير اصاحبي كي خالد كي غفلوا عليها اصاحبي تكونش باس سير اصاحبي هاك 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 هادشي اللي وقع لينا جيت عندهم مرة واحدة عطيتهم ياكلوا لما وليت كنجي عندهم ولاو كيعرفوني مابقاوش كيبغيو يعضوني كيتعاملوا معايا واحد الإحساس اللي واعر خوت. والله ما نكذب عليكم شي واخا جيت وعجبني الحال ديال بصح ولكن بقى فيا الحال من واحد الناحيه. علاش؟ كانوا شي كليبات اللي كنت جيت الخطره اللي فاتت وخليتهم هنا وعطيتهم ياكلوا ومنهم هذا الكليب هذا اللي غادي نخليه لكم كنت دوزتو معايا في ستوري انستغرام رجعت ما لقيتوش ما لقيتش بزاف ديال الكليبات اللي غالبا صغار ما عرفتش واش يكونوا ماتوا ولا داهم شي واحد شي داهم شي واحد اللي كان غادي تهلا فيهم. بالعكس والله ما يبقى فيه الحال ما عندولش يبقى فيه الحال. بالعكس انا فرحان حيت غيكون داهم شي واحد اللي يقدر يتهلا فيهم ويربيهم معاه بزاف ديال الحوايج. ماتوا ما شنقول لكم حق الرب ما عرفتش باش شنو غندوي شنو غنقول شنو بزاف ديال الحوايج. انا اللي عليا درت والجهد ديالي كنحاول نديرو معاهم ماشي غير معاهم مع جميع الكليبات اللي ما عندهمش شكون يجيب لهم ماكله ما عندهمش شكون يجيب لهم يشربوا ماشي حيت قالها لي شي واحد او خاصني ندير هادشي بزز عليا ولا شي حاجه. لا كندير هادشي بخاطري انا اللي باغي ندير هادشي كنبغيو نشجع الناس باش يبقاو ياكلوا الكليبات ديال الزنقه حيت راه ما عندهمش الخوت شكون يوكلهم. غيجي واحد النوع ديال الانتقادات صاحبي انت اللي كتوكل الكلاب ديال الزنقه راه كاين بنادم ما عندهم ما ياكل كاين 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 بزاف ديال الهضره. باش تعرف واحد الحاجه انه الانسان راه عنده فمه يقدر يقول لك راه ما عندي ما ناكل يقدر يمشي يطلب يمشي يدير بزاف ديال الحوايج ولكن الكلب واش غايقول لك راه فيا الجوع واش غايقول لك راه فيا الشتا ما غاديش يقول لك داكشي. دونك راه اوتوماتيكمون حنا خاصنا نحسو بهم ضروري ماشي اوتوماتيكمون هادشي راه غنتحاسبوا له غدا يوم القيامه غير باش تكونوا عارفين هادشي. دابا الكلاب اللي ما لاقن ما ياكلوا على من محسوبين
شكون اللي مسؤول عليهم؟ ها شكون اللي مسؤول عليهم؟ حنا اللي مسؤولين عليهم صراحه. دروك راه خاصنا نوكلهم، خاصنا نتهلاو فيهم، خاصنا نعتنيو بهم، خاصنا نداويو. واو واش نقول لكم الخوت، وحق الرب راه راه بزاف، ما يمكن ليش نقول كل شيء وما يمكن ليش نوكل كل شيء. دونك راه خاصكم تعاونوني في هذا الشيء، خاصكم ديروا معنا شي حل. علاش اللي لقى شي كلب ديال الزنقه يوكلو يعطيه بارطاجيه مع الناس؟ صور اصاحبي وكلتي كلب ديال الزنقه، اه صوره وحطه في ستوري. اي جبنا اللي ما يقول لك اللي كيدير الخير اصاحبي ما يبينوش، ودير الخير انت وبينوه اصاحبي. هذاك الخير لقي شي واحد دار شي ستوري وتوكل شي كلب، راه ماشي باش يعيق عليك ولا باش يقول لك شوفوني انا كنوكل الكلاب ولا شي حاجه، لا. لقيت بنادم دار ستوري كيوكل فيه قط ولا كلب، راه ماشي باش يعيق عليك اصاحبي، بالعكس راه باش يموتيفيك وموتيفي واحد بزاف ديال البنادم باش هما ينوضوا يديروا بحاله ويتعاونوا مع هاد الكلاب الضاله ويتعاونوا مع بزاف ديال الحوايج. اللي يقدر يتعاون مع هاد الكلاب الضاله يتعاون معاهم بابسط حاجه، بابسط حاجه قلت لكم هي على الاقل واخا تحط له غير الماء، ما قدرش يدير والو، عطيه غير يشرب غير يشرب غير يشرب. المهم الخوت باش ما نطولش عليكم، نمشيو نكملوا داكشي اللي جينا عليه، ناكلوا الكليبات نحطوا لهم يشربوا من بعد، وديك الساعه عاد نشوفوا شنو نقدروا نديروا عاوتاني. دونك دوك الفيديو ديالي فوقاش شفتيهم انا، شفتهم وقيلا بحال شي دابا شي ست شهور وكذا، وتعلمت منهم شي حاجه ديال شنو استفدتي منهم؟ انت دير تنيسه؟ لا هي كندير لوبجي انا ضروري، ماشي كل بغيت قلتي هاد الترونكلور حيدو دير تنيسه. والله حتى معلم هو انا قلت لهم، قلت له الترونكلور حيدو عندي دابا الديفو اللي عندي ما عطانيش اليوم، تما بقاش يخرج لي اليوم تيبان التليفون عندي صغير. فهمت فهمت خوك التليفون. واستفدتي من داك الفيديو ديال الترونكلور؟ اه زوين. I'm sorry.